بينضم إلينا لمزيد من التفاصيل دكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي. أهلا دكتور خالد، وكلمنا عن أهمية هذا القرار في هذا التوقيت الدقيق من الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص. في البداية صباح الخير لحضرتك، صباح الخير للسادة المشاهدين. أهمية هذا القرار الجريء القوي هو لزيادة الامكانيات البحرية لميناء اسكندرية في استقبال السفن الحديثة وذات الغواص الكبيرة لزيادة حجم البضائع والتجارة الدولية، وده بيساهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي لوجستي إقليمي للتجارة الدولية، وبالتالي مصر تتحسن في ترتيب المؤشرات العالمية المتعلقة بذلك، وبالتالي تصبح الشركة التي هي الزراع الأول لوزارة النفط في إدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات والبضائع بكافة أنواعها في جميع موانئ مصر، مش هيبقى لها القدرة على الإمكانيات الهائلة إلا من خلال تحويلها من الاستثمار الداخلي إلى الاستثمار بنظام المناطق الحرة. وعلشان تبقى بنظام بمناطق حرة خاصة هتستفيد هذه الشركة من زيادة الحوافز الممنوحة في قانون الاستثمار 172 لسنة 2017 وحرية الدخول وخروج رأس المال والامتيازات الضريبية الموجودة في هذا القانون. تستطيع هذه الشركة الاستفادة منها علشان تكون لديها القدرة على المنافسة أمام كل الشركات بالنسبة لتحويل ميناء اسكندرية إلى ميناء عالمي يستطيع أن يجذب مزيد من حركة التجارة الدولية داخل ميناء اسكندرية. ده مطلوب في الوقت ده لأن كل الدول العالم بنشوفها النهاردة بتعمل على تطوير الموانئ. النهاردة ده خطوة رائدة نحو تحويل هذا ميناء اسكندرية إلى أن يكون أحد أبرز الموانئ على البحر الأبيض المتوسط لجذب المزيد من حركة التجارة الدولية. طب دكتور خالد، دكتور خالد حضرتك خبير اقتصادي، فحضرتك دلوقتي بتكلمنا على نتائج هذا القرار، لكن خلينا نكلم غير الخبراء، ماذا يعني هذا القرار في البداية؟ يعني إيه تحويل ميناء من إنه يكون ميناء عادي لإنه يكون ميناء حر أو ميناء دولي؟ يعني إيه الفروقات اللي بتحصل في الحالة دي؟ أولاً الفروقات دي أنا محتاج حجم استثمارات، محتاج إن أنا يصبح ميناء ده قادر على استيعاب السفن ذات الغواص الكبيرة. علشان الميناء عندي الميناء عادي، علشان أحوله ميناء قادر على أن يكون لديه القدرة على استقبال السفن الحديثة ذات الغواص الكبيرة ذات الحمولة الأكبر، لابد من تهيئة الميناء لاستيعاب ومن خلال البنية التحتية وتطوير البنية التحتية اللي موجودة داخل هذا الميناء عشان يستطيع أن يستقبل مثل هذه السفن ويكون يعني نقطة فارقة في حركة التجارة الدولية لهذا الميناء. ده بالنسبة تحول من إلى بالنسبة بالإضافة عشان أنا تحولت وعندي استثمارات موجودة وهضخ فيها استثمارات جديدة، لابد أن أنا الميناء ده لدي القدرة التنافسية أمام موانئ كل دول العالم الموجودة على البحر الأبيض المتوسط عشان يكون ميناء الإسكندرية هو الميناء الجاذب لكل هذه السفن في حركة التجارة الدولية ما بين الشرق وما بين الغرب. طيب دكتور خالد، لو حضرتك تكلمنا عن أهم القطاعات المتوقع أنها تشهد طفرة في ظل كل هذه الخطوات في الفترة القادمة. ميناء اسكندرية بداية لتطوير كل الموانئ الموجودة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. بنشوف ده ممكن يكون عندنا ميناء بورسعيد، شرق بورسعيد أو غرب بورسعيد، يكون هذا التطوير من خلال هذه الشركة الرائدة اللي ابتدت النهاردة تاخذ صفة المنطقة حرة خاصة. أعتقد قانون الاستثمار بيعطي امتيازات لهذه المنطقة الحرة، بيمنع في إجراءات كثيرة علشان أنا محتاج استثمارات في هذه في هذا الميناء، محتاج رؤوس أموال أجنبية ممكن تبقى موجود تساهم في هذا التطوير معي، أحافظ من خلال المنطقة الحرة إن يكون لها ضمانات ولها إعفاءات منصوص عليها في قانون الاستثمار
172 سنة 2017 مش هتستمتع بيه إلا بعد ما تتحول من الاستثمار الداخلي إلى الاستثمار بنظام المناطق الفرد لتمتع بذلك. ده البداية عشان أقدر إن أنا تحسين مصر وترتيبها في مؤشر التنافسية لابد أن يكون لديها موانئ قادرة على استيعاب السفن ذات الحملات الكبيرة لتصبح وجهة من وجهات التجارة الدولية علشان تكون مصر لديها مركز لوجستي قادر على الاستيعاب لهذه التجارة. وخصوصا بنشوف احنا مدى أهمية ده في حركة التجارة الدولية بعد التباطؤ اللي أصاب حركة التجارة بنتاج أزمة فيروس كورونا ونتاج أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. نعم دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك.